الله الرحمن الرحيم، تحت الشعار نسعد بتعلمهم من خيرك يتعلم غيرك، وتحت اسم فقيد العمل الخيري بغليزان الحاج محمد قدوري عليه رحمة الله، شرعت اليوم جمعية الإرشاد والإصلاح في مستهدفها المتمثل في توزيع 300 حقيبة مدرسية وظرف مالي على عائلات الأيتام والمعوزين. هذا المشروع الذي تولي له الجمعية أهمية كبرى، نخدم به طلاب العلم لاستكمال مسارهم الدراسي من جهة، ومن جهة أخرى نحاول التخفيف عن العائلات عن حمل اقتناء الأدوات المدرسية. في بمناسبة الدخول الاجتماعي نتمنى التوفيق والسداد لكل أبنائنا وبناتنا في هذا العام، آمنين الله سبحانه وتعالى وسائلين الله سبحانه وتعالى تكون سنة مليئة بالنجاح والتسديد والتوفيق لهم. شكر، كل الشكر لهذا المحسن الذي أدخل اليوم 28 سبتمبر 2024 الفرحة في نفوس أكثر من 300 عائلة من عائلات الأيتام والمعوزين، دون أن ننسى طاقم الجمعية الذي سهر منذ أكثر من شهر على تنظيم هذه الحملة التضامنية التي نولي لها أهمية كبرى، ثم التوفيق لجميع الأبناء في استكمال مسارهم الدراسي. وشكرا. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.